أطلقت وزارة الداخلية العراقية مبادرتين لحصر وشراء السلاح ووثيقة العهد العشائري للحد من النزاعات وخفض الجرائم المرتبطة بشيوع ظاهرة انتشار السلاح في البلد. وقدمت الحكومة في هذا الإطار دعمها بمبلغ 16 مليار دينار. فيما ترى وزارة الداخلية أن التفاعل الإيجابي مع عملية شراء السلاح قد يدفع إلى طلب المزيد من الأموال في الفترة المقبلة. وسجل العراق في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 400 نزاع عشائري، فيما تجاوزت معدلة النزاعات خلال السنوات الأخيرة حاجز 2000 نزاع سنوياً، يذهب ضحيتها العشرات من المدنيين فضلاً عن عناصر من القوات الأمنية الذين يمارسون مهامهم في الحد من أثر هذه النزاعات. وعلى الرغم من تعويل الحكومة على هذه المبادرات، إلا أن خبراء الأمن يتخوفون من استغلال عملية شراء السلاح من قبل تجار الأسلحة الذين يستغلون مثل هكذا مبادرات لبيع أسلحة لا قيمة لها مقابل مبالغ كبيرة، مستفيدين من تقنين الموضوع والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. ولم تسلم وثيقة العهد العشائري هي الأخرى من إبداء المخاوف، لا سيما وأنها ليست الوثيقة الأولى التي يتم توقيعها، وسبقتها العشرات من المؤتمرات الرسمية والوثائق الموقعة، حتى أن المرجعية الدينية العليا قد بادرت ونهت عن هذه النزاعات وساهمت بالتقليل منها. لكن الأرقام المسجلة لعدد هذه النزاعات سنوياً لا توحي بالتزام كامل وحقيقي، ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر في سياق تعزيز الأمن في البلاد يجب أن يأخذ مسارات مختلفة، ومنها حصر السلاح بجميع أشكاله، وأن تساهم القوى السياسية بإنهاء أذرعها المسلحة وتقليل الحرب على الحكومة، إضافة إلى تطبيق منظومة متكاملة تضع في أولويتها إشاعة العدالة الاجتماعية وتقوية مؤسسات الدولة، وصولاً إلى توفير الحقوق الأساسية للمواطنين من عمل وسكن.